اللي صار واللي تفاجئنا فيه احنا، هذه ارض لها 12 سنه شارينها، وقلنا 6 شهور بنعمل فيها، بنعمل فيها زراعه، يعني بنسوي جدران، سلاسل جدران ومع زراعه اشجار. تفاجئنا يوم الخميس صباحا ان الداخليه بتيجي بالجرافات مع الحراسه تبعتها وتبدا تجرب في الاراضي من دون سابق اي انذار يعني لهذا الموضوع، لان احنا بنعرف في القانون تعمير اراضي ما فيش عليها اي جدال. هذا احنا ما سوينا بناء اللي يجوا يهدوه، احنا بنعرف المنطقه منطقه تابعه للقدس والمنطقه البناء فيها صعب جدا، واحنا ما اكمنا بناء ولا عملنا اي مصلحه في هذا الشيء، انما تعمير اراضي، وقلنا 6 شهور بنعمل في هذه الارض، ارض مزروعه 130 شجره مخلطات يعني من مختلفه لوزيات وحمضيات ومن جميع الاشجار يعني. وتفاجئنا انهم بلشوا جرفوا في الارض، والارض كانت عليها اشياك وعليها برابيج ميه وخزان ميه، وكمان كسروا راح، وفي كونتينر كانت غرفه زراعيه برضو كسروها الاخريه. الولد يعني مستهدفة من قبل الاحتلال الاسرائيلي في اكثر من جانب، واعتداءات الاحتلال الاسرائيلي مستمرة على قرية الولجة، ففي جزء من قرية الولجة بيعتبر الاحتلال الاسرائيلي انه تابع لبلدية الاحتلال في القدس، وبالتالي يمارسوا عليه سياسة قوانين بلديته وداخلية الاحتلال في القدس من هدم المنازل وانذارات لكل يعني حتى يعني اسوار سناديه او سلاسل حجريه على الاراضي. قبل يومين اقتحمت قوات كبيره من الجيش ويرافقها جيش الاحتلال ويرافقها موظفين من بلديه الاحتلال في القدس والداخليه، وقاموا بهدم منزل واسوار سناديه وتجريف اراضي. كل هذا ياتي في سياسه يعني تفريغ المنطقه من ساكنيها في محاولة لبناء المستوطنات لصالح المستوطنين وربط مستوطنات جنوب القدس في مجمع غوش عتصيون. كذلك الأمر في باقي أراضي قرية الولجة التي يعتبرها حسب تصنيفات أوسلو منطقة سي، هناك هجمة استيطانية حيث نية من الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على الجزء الغربي من أراضي الولجة المتبقية التي لم يأتي عليها جدار الفصل العنصري، حيث أن الجدار يعني يحيط بأكثر من 75% من أراضي الولجة. هذه المنطقة المطلة على منطقة بتير ينوي الاحتلال الإسرائيلي بناء مستوطنة جديدة بدعاء أنها توسع على مستوطنة هار جيلو، وهذا الكلام غير صحيح حيث أنها مفصولة يعني باعتبار مستوطنة جديدة على أراضي الولجة. قمنا بالاعتراض عليها من خلال المحامي غياث ناصر ومن خلال مؤسسات قامت أيضا بالاعتراض في المحاكم الإسرائيلية. ننتظر رد المحاكم في الموضوع هذا من الجانب القانوني، وأيضا قمنا بتفعيل يعني من الجانب الإعلامي والجانب الضغط على الهيئات الدولية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذا البناء. قريبا سيتم يعني بعث رسالة من خلال وزارة السياحة لمنظمة اليونسكو باعتبار المنطقة تابعة يعني حسب تصنيفات اليونسكو تابعة يعني منطقة أثرية وبيئية. من الجانب هذا يتم الاعتراض على مخططات البناء.